وانا صغير كنت بطلع مع خالي كده، يعني وانا عندي 7 سنين مثلا، فممكن يعني بقالي مثلا 29 سنه 28 سنه في الشغلانه دي كده. الوحيد في عيلتي اللي هو خالي، هو ده اللي انا رحت معاه من وانا صغير، ده الوحيد في عيلتي كله. انما بقيت الشغل كان كله مع اصحابي، يعني اصحابي لما انا ابتديت ابقى صنايعي وكده بقيت اخرج مع اصحابي واطلع مع كده، اخد شغل لحسابي. الاولاد بيبقوا حابين يجوا معايا بس هم لسه صغيرين، يعني ما يعرفوش يعملوا اي حاجه غير هم بس يلعبوا في الشقه، هم لسه صغيرين بس. فالقرن المعمار بحاله دي الحاجه الوحيده اللي بتبقى ممكن يعني تقدري تطلعي فيها لمسه جماليه، شكل ديكوريشن، حاجات دي. هي الدراسه بتاعتي بعيده خالص عن النقاشه، انا دبلوم زراعه، بس من لما كنت بطلع في الاجازه مع خالي ابتديت احب الشغلانه ديت، وبقيت احاول واحده واحده اوصل يعني لما اروح لها ان انا ابقى صنايعي فيها مثلا، واعرف اعمل كل المراحل اللي فيها، يعني هي فيها مراحل متنوعه. يعني الحوادث اللي بتحصل في الشغل هي الصنايعي اللي بيتحملها، مفيش حد، حتى صاحب الشغل اللي هو بيبقى ماسك الشغل اصلا برضو المكسب ما بيقدرش يطلع منه تعويض يعوض اي اصابه او كده. فهو يعني لو قدر الله حاجه حصلت بيبقى هو الصنايعي اللي حصل له الحاجه دي هو المسؤول عن الحاجه دي. فتره انقطاع الشغل دوت يعني بيبقى ما فيش اي دخل، ان هي الشغلانه اللي انت بتتعودي عليها ما بتعرفيش تغيري شغلانه ثانيه، فيا اما بتستني مثلا ان يجي حد تاني يطلب، او بتدوري على حد من المعارف ان هو يبقى في مكان ليه تنزلي معاه وكده. يستحسن ان الزبون هو اللي يبقى مختار الالوان، بحيث ان هو بيجيب العفش وبيجيب الستاير، احنا بنحاول ناخده لون مشترك بين العفش وبين الستاير، فيبقى الشكل الجمالي مكمل بعض. بالنسبه للبيوت ممكن انا انصحه ببيوت انا اشتغلت فيها تدي نتائج افضل.